أقامت وزارة التربية والتعليم حفل استقبال أول دفعة من طلبة كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية بحضور معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين والمدعوين. وفي كلمة له خلال الحفل أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على أن إنشاء هذه الكلية جاء تنفيذا للأمر الملكي السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى والتي تتشرف بحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة طيب الله ثرى تقديرا لإسهاماته في خدمة الإسلام والمسلمين وفي إشاعة ثقافة الوسطية والاعتدال مبينا في الوقت ذاته على أن هذه الكلية متميزة في نوعيتها فهي من تجمع بين التعليم الأكاديمي النظري وبين التطبيق الميداني في مجالات اختصاصاتها المختلفة لإمكانية تأهيل طلبتها لتولي مهام الوظائف الشرعية كمعلمي المواد الإسلامية والقضاة الشرعيين والباحثين الشرعيين والمأذونين الشرعيين وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ وهي تهدف إلى إعداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز الهوية العربية والإسلامية وترسيخ مناخ الحرية والتعددية الثقافية واحترام قيم المواطنة والانتماء وفقا لثوابت الشرعية الإسلامية وقيمها الراسخة والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ضمن روح الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام في نبعه الصافي وشريعته المحكمة. من جهتها قدمت الدكتورة فرزان المراغي المنسق لمشروع الكلية عرضا أشارت خلاله إلى أن الكلية تضم 3 تخصصات هي الشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي والصيرفة الإسلامية كما تطرقت إلى آلية تلقي طلبات الالتحاق بالكلية واختبارات القبول بها مشيرة إلى أن تقدم للكلية أكثر من 200 طالب وطالبة من المعهد الديني والمعهد الديني الجعفري إلى جانب خريجي الثانوية العامة الحكومية والخاصة. وبعد فرز المستوفين للشروط وإجراء امتحانات القبول تم قبول ما يزيد على 66 طالبا وطالبة منهم. إن تفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالأمر الملكي السامي بإنشاء هذه الكلية يشكل نقلة نوعية في مسيرة التعليم في مملكة البحرين وإضافة متميزة. هذه الكلية سوف تجمع بين الجانب الأكاديمي والجانب التدريبي مما سيكون له أطيب الأثر بإذن الله تعالى على خريجيها، وسوف تطرح برامج أكاديمية متنوعة تؤهل للعمل في مجال القضاء الشرعي أو في مجال الدعوة والإرشاد أو في مجال الصيرفة الإسلامية. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.